يطلعوا في حسان. طب وانت هتقدر تعمل ايه؟ اللي عطلنا عليه ربنا يعني حسابهم يضربوه. هنقتلوه. حسان حسان. امسك فولد، امسك فولد مصري قتل اصلا باشا، امسك فولد. معلش خير 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 خير. معلش خدت الشر وراحت. لو الكوباية هتتكسر وتاخد الشر وتروح هكسر كوبايات الدنيا كلها عشان الشر ما يهوبش ناحيتنا. تقولش كده يا علي، شر ايه بس؟ شر اللي خايف عليك منه وعلى العيال، الشر اللي خاطف حسان من امه وابوه، الشر اللي كاتم على نفس ابوك الحاج يونس مش مخليه قادر يتكلم. علي انت اللي في البيت دلوقتي، والحاج يونس ربنا يديم حسه في الدنيا يا رب، بس مش معقول انتوا الاتنين تبقوا بالشكل ده. انت الهم مرسوم على وشك، والحاج كاتمه في قلبه وساكت، والحاجة بتبصلكوا انتوا الاتنين وبتسح من عينيه. ما ينفعش كده. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هو عامل ايه دلوقتي يا صفية؟ الحاج برضه جديد ويقدر يشيل قد اللي مشايله له حسان الف مرة، بس ما بتكسروش غير عينين الحاجة فاطمة لما بتبصله. ليه كده يا حسان؟ بيقولوا يا علي ما بيجريش ورا الهم غير المهموم، وحسان همه كبير قوي بس دماغه ناشفة، مشايل نفسه أكتر من مقدرته، وما يقدر على القدرة إلا ربنا. ونعم بالله. هذه المصيبة صفية، الهم اللي شايله حسان كلنا شايلين، أنا وأبويا وحنفي وستور، اسكندرية كلها شايلها، مصر كلها شايلها، بس إمتى؟ إزاي؟ ما هو ده الفرق اللي بينكم وبينه. أنتوا بتدوروا الإنجليزي على مقتل هنا، وهو عمال يلف لهم من بعيد لبعيد. بذمتك يا صفية أني الأحسن؟ مش إننا نفضل هنا في بلدنا على أرضنا، رؤوسنا في رؤوس بعض وإيدينا في إيدين بعض، ونعمل اللي ربنا يقدرنا عليه، نطهقهم في قشتهم لحد ما يقولوا حق برقبتي وينكشحوا من البلد. مش هو ده يا صفية اللي احنا كلنا عايزينه واللي حسان بيجري وراه؟ لكن هتقول ايه بقى يا علي؟ اهو طيش شباب. ما هو الطيش ده هو اللي جادينا الهم والنكد ومعيشنا في قلق ليل نهار ليل نهار يا صفية. صلى على النبي يا علي، روح انت بقى شوف مصالحك، وان كان على الحج والحجة انا هنعرف نسافيهم وننسيهم ونخفف شوية من الحمل اللي هم شايلين، بس اتكل انت على الله. ربنا يستر يا صفية. حسان هيرجع بإذن الله وهتفرخ بيه وبأولاده. قادر يا كريم،
تعرف استوعب ساعة ما افكر ان ابني ممكن يروح احس ان بروحي تتخطف مني. يا رب ما تحكمش عليا باليوم ده وتجعل يومي قبل يوم اي حد من عيالي. لا خد يونس، انت لازم تكون سديد، حرام عليك نفسك اذا كنت انت بتعمل كده. خجة فاطمة يعمل ايه؟ انت ذات نفسك نسيت لما جالك خبر ديمتري كنت بتعيط زي العيال. ديمتري بخير خد يونس؟ ديمتري بيبعت جوابات لأمه. ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ ديمتري لسه عايش؟ لا خد يونس، ديمتري مات. عايش ولا ميت؟ انا كذبته على لوريس وقلت لها انه عايش، وكل جمعة والتانية اكتب لها جواب على انه منه وابعته لها. هي عايزة على امل انه يرجع. لا حول ولا قوة الا بالله، وازاي امه صدقت الحكاية دي؟ وفي ام تتوه عن خط ابنها؟ بعدين مدام دوريس يعني ست ناصحة، ازاي فاتت عليها الحكاية دي ان الجواب مبعوث من اسكندرية؟ انا بكتب الجواب بخط ايدي وابعته اكيد. ابن عمي خريستو هناك بيعرف يقلد الخطوط كويس قوي، هو بيكتبه بخط ديمتري ويبعته لها. طب وبعد الحرب ما تخلص وما رجعش ديمتري يبقى ايه العمل؟ الامل خج يونس، الامل شيء جميل، طول ما الانسان عنده امل هيقدر يعيش، حتى لو كان امل كذاب. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني لو كنا ساكنين على البحر مش كان زماني دلوقتي قدرت أشوف الولد وهو جاي من بعيد، ولا حتى كنت قدرت أحس بيه وهو على الشط التاني؟ يا حبيبي يا حبيبي. يا حاجة فاطمة، احنا هنخيب على آخر الزمن؟ ايه اللي انت بتعمليه في نفسك ده؟ الولد كويس وأحواله تشرح القلب والحمد لله. طب عرفت ازاي؟ بعت لي جواب اهو. انت طبعا مش انت بتعرفي فاطمة اهو. وماني بعرف اقرا ولا كان حد علمني؟ على كل حال اهو بعت لي انا وطمنا على احواله. طب يا حاج اقرا اقرا كده فرح قلبي. يا ست ده في حاله حرب، يعني بعت لنا كلمتين كده وبس، وقال يعني انا كويس والحمد لله واحوالي كويسه وبصولي امي الحاجه فاطمه. يا حبيبي مسيتك العافيه، يا حبيبي مسيتك العافيه يا حبيبي. طب ما قالش راجع امتى؟ لا طبعا ما قالش، لكن الحمد لله يعني انه هو طمنا. بس شوفي بقى اسمعي، انا مش عاوز ادخل عليكي كده الاقيكي قاعده مسهمه وبتعيطي. يعني انت مطمن يا حاج؟ لا ما انا قدامك اهو مطمن على الاخر. هو حسان ده مش ابني زي ما هو ابنك؟ وبعدين بقى قومي شوفي امور البيت كده وفرفشي، وان شاء الله كده هتلاقيه راجع لنا منصور ورافع راسنا بس ما يرجع بالسلامه. والله لكسر رجله عشان ما يستجريش يعمل كده تاني، يجري ويرمح بعيد عننا. يا حاج حرام عليك بقى، اتمنى له خير، ده حسن طيب وابن حلال. يا حاج وريني الجواب كده. Thank you.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا علي يونس، أنا جاي لك من طرف أم محروس الشيال. أهلا وسهلا. أهلا بيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي خدمة يا سعالي. أنا أصلي عرفت إنك شغال على بابور بحر، لسه راجع طازة من تركيا، قلت أطمن منك على أخويا اللي هناك. هو أخوك اسمه إيه؟ اسمه حسان، حسان يونس. ها؟ أنا متهيألي الاسم ده ما سمعتوش. هو فني بلد في تركيا. والله علمي علمي. أصله سافر يتطوع في الجيش التركي. يا خسارة، كان نفسي أطمنك عليه. لكن حكاية الجيش التركي دي هي اللي ما تطمنش أبدا. ليه؟ هو بيموت منهم كتير في الحرب مع الإنجليز. حرب إيه وإنجليز إيه؟ هم عرفوا حرب ولا شافوا إنجليز؟ ده كان يبقى أكرم لهم ألف مرة من المرمطة اللي بيتمرمطوها. مرمطة؟ الأتراك مش واخدين ولادنا عساكر في الحرب، لا، واخدينهم عبيد، خدامين ينظفوا البيوت والإسطبلات. أنا كنت عارف. انت عارف ان نيتهم مش خالصه معانا، وانهم بيبصوا لنا من فوق وبيكلمونا من طراطيف مناخيرهم، مع اننا بنحمي ظهرهم وبنضحي بارواحنا عشان على راي المثل حسنه ونسيه. انا مش عايز ابدعك عليه، يمكن يكون ربنا كرمه ووقع على ناس كويسين، ويمكن يكون العكس. قول يا باشريس، تفتكر لو سافرت تاني تركيا اقدر اعثر على اخويا هناك؟ انت وبختك. لو اني مسألة السفر دي صعبة شوية والحرب مش عايزة تخلص. انا سعد، سعد الصاوي. وبعدين يا سعد، هنفضل على الحال ده امتى؟ جمعه دلوقتي والخب يزيد واحنا مستخبين هنا ما بيقلش. هي دي الحرب اللي كنت بتدور عليها يا حسان؟ لا مش هي يا سعد. الحرب اللي انا كنت جاي عشانها حرب اشرف من كده بكتير. حرب كنت احط فيها صدري قدام المدفع واموت وانا فرحان. لكن انا دلوقتي خايف. خايف لا حصل بطوله ولا حتى استشهاد واروح فطيس. وانت فاكر ان انت ما عملتش بطوله؟ ده انت عملت اكبر بطوله يا حسان، ده كفايه انك قتلت ضابط كبير من ضباط الجيش التركي. انت رايح فين؟ رايح لسباعي، لازم اشوف حل اللي احنا فيه ده. طيب وسباعي بس هيعمل ايه؟ ما اعرفش اللي يقدر عليه يعمله، بس في حل ان شاء الله. في حل، لازم نهربك على مصر يا حسان. انا عارف فولت سباعي، ان انت عارف فين فولت حسان وفين فولت سعد. ما اعرفش يا جوده بيه. انت مش عارف؟ انا جودة بيك عارف كل حاجة. اسمع فولت سباعي، ساعدني اساعدك. انت قولي فين هو، انا مش هقبض عليه. لو هو عاوز اخرج من تركيا انا اخرجه. ايه؟ مش ببلاش، لا بمقابل. ادفع 200 جنيه ذهبية حسان يطلع على مصر. خير يا حاج علي؟ انا عايزك. خير؟ البس هدومك وانا مستنيك تحت، هنطلع على البحر شوية. وفي ايه يا علي؟ علمي علمك يا صفية، بس الكلام ده يقلق. مش بعادة الحاج يرجع البيت بدري وبعدين يطلع في ساعة زي دي؟ مش كده برضه؟ يا ترى ايه الحكاية؟ هيكون في ايه؟ ربنا يستر. انا جبتك هنا عشان نتكلم على راحتنا، من غير الحاجة فاطمة ما تحس بأي حاجة. غير حاج، اخوك حسان في ضيقة جامدة قوي. يا نهار اسود، في ايه بعد الشر يا حاج؟ قتل ظابط رتبته كبيرة قوي في تركيا. بتفكر فيا يا علي؟ لازم اشوف اي طريقة توصلني لحسان في تركيا. يعني اشيل همين بدل هم واحد.
وهي ليها سكه تانيه غير كده يا حاج؟ المرسال اللي جالي بالجواب بيقول ان ممكن يهربوه من تركيا على الشام ويجي على مصر. وليه ده ما حصلش؟ مطلوب 200 جنيه برطله للناس اللي هيهربوه، والمرسال اللي جاب لي الجواب هو اللي هياخد الفلوس بنفسه، وهو راجع في ظرف 3 ايام. 3 ايام؟ عشان كده لازم نفكر في الموضوع ده بسرعه ونلاقي حل النهارده قبل بكره ودلوقتي كمان. انا ماليش حد غيرك اشور عليه. قول لي نعمل ايه؟ دول 200 جنيه في ظرف 3 ايام. يبقى مفيش غير اننا نرهن الدكانتين يا حاج. هو ده اللي انا كنت عاوز اسمعه منك. انا كنت متاكد انك هتوافقني. لا برضه يا حسان اخص عليك. انت بتقول ايه يا ثورو؟ اللي انت سمعته سعيد. الحاج يونس يرهن الدكاكين؟ طب ازاي؟ انا رفضته طبعا. ما هو مش معقول الراجل يبقى في زنقه بالشكل ده واحنا نقف نتفرج عليه ولا ايه؟ عداك العيب يا خواجه. انما هو عامل ايه دلوقتي؟ عامل ايه؟ خاله لا يسر عدو ولا خبيب. بقول لك ايه يا خواجه؟ مفيش حل غير اننا نلمله من بعضنا وربنا يقدرنا ونجمع له المبلغ. سعيد يا خواجه. سعيد يا خلفا. ماله يا سعيد؟ ومالك انت كمان؟ ما عرفتش حكاية حسان ابن الحاج يونس؟ عرفت يا سيدي. وفي حاجة بتخفى عليا في الحارة ولا حتى في العالم كله؟ طب وايه رأيك؟ وده عايز رأي. خلاص خواجه استور. حنف افندي مش غريب، احنا نلم اللي نقدر عليه وربنا يعمل اللي فيه الخير. ومين يا ترى بقى اللي هياخد الفلوس ويسافر بيها بره؟ في واخد مرسال جاي من تركيا وخيرجع كمان يومين. لا مؤاخذة يعني، ايه اللي عرفكوا انه مرسال بجد وان الموضوع ده حقيقي من اصله؟ جرى ايه يا حنف افندي؟ انت مش شكلنا بتكذب الحاج يونس نفسه. لا العفو، الحاج يونس على راسي من فوق. انما احنا بقى في زمن بيسرقوا فيه الكحل من العين وانتوا مش حاسين. اذا كانت بلدكم بحالها كده على بعضها بتتسرق، يبقى مش هيقدروا يسرقوا القرشين اللي انتوا بتلموهم ويدوكوا خازوق. لا لا لا، انا بالشكل ده منسحب من الموضوع. ايه الكلام ده يا حنف افندي؟ كان على عيني يا عم سعيد. انما اسمحوا لي بقى بعد حكايه المرسال ده اللي مسافر بره، انا شاكك في الموضوع من اصله. سلام عليكم. تشك ازاي؟ سيبه سعيد، سيبه براحته. بس فكر معايا دلوقتي، مين ممكن يساعد معانا تاني في الموضوع ده؟ على الله ينفع. اه كله ينفع يا صفيه. ربنا يا رب يفك دقته ويرجعه بالسلامه. قادر يا كريم؟ علي ابو يونس. الله يا سيد العتر. اه يا سيد. خد يا علي شبكه زهيره اهي. وشبكتني كمان. خلي حاجاتكم معاكم، شكرينا سيد. خدوا يا اخويا، هو حسان مش اخونا احنا كمان؟ ولا يمكن احنا مش قد المقام ولا من اب تاني. عموما البركه فيها، يبقى احنا بقى ملناش عوزه. هتتزوجها يا سيد؟ بس بقى احنا في ولا في ايه؟ خد يا علي احنا مش غرب. تعرف يا علي ديت حسان في غربته دي فكرتني بديتنا كلنا، اذا كان في البيت ولا في البلد. بس قال له احنا كلنا جنب بعض، اذا ما كانش اخوات يبقى جيران. خد يا علي ربنا يفكها عليه وعلينا. شكرين يا سيد، ربنا ما يرميك في دقيقة. حاج يونس، انت في حاجة مخبيها عليا؟ صدق الله العظيم. على ابني شكله زي ما يكون مهموم. صفية نازلة طالعة عليا بتواسيني. قول لي هو في حاجة حصلت؟ قول لي يا حاج. أقول لك إيه بس يا فاطمة؟ قول لي إيه اللي نابك أنت وابنك؟ مالكوا مهمومين قوي كده ليه؟ هو في حاجة حصلت؟ حسان ابني جراله حاجة؟ فضل الله ولا فالك يا فاطمة. أعوذ بالله. صلي على النبي. اللهم صلي عليك يا نبي. أمال أنت مالك؟ هو أني مش عارفاك؟ حسان جراله حاجة؟ حسان جراله إيه؟ كل ده وما لمناش غير 130 جنيه بس يا صفية. برضه شمعوني السايغ استغل الظروف وفطس لك الحاجة. بالعكس،
انا خدت منه اعلى سعر. ماني قلت لك نروح له عشان نجيب لك اخره. يعني كنت هشطر عليه في كام؟ 5 جنيه زياده. لسه فاضل مبلغ وقدره يا صفيه. كل اللي نعرفهم اللي حوالينا دفع كل اللي قدروا عليه، حتى سيد القتل وعزيزه وزهيره. ولا انت فاكر ايه يا علي؟ هو الدفر يطلع من اللحم؟ الا اللي اسمه اسماعيل الحلوف ده. لا اسماعيل ده عايز اللي يلمله عشان يصرف على مزاجه. بعدين يا صفيه الوقت بيجري والحاج قاعد تحت دماغه هتوج تاني، وهو طول النهار نازلين بر في الشوارع. ده انا بقيت استلف بالجنيه والنص جنيه، وكل اللي قدرنا نلمهم 130 جنيه مفيش غيرهم. ولاد الابلسه طالبين مبلغ كبير قوي. طالبين 200 جنيه يا صفيه، هنجيبهم منين؟ يعني لسه ناقص التلت. تقولي كام؟ 70 جنيه. انت اتجنيتي؟ اتجنيت؟ مش من دلوقتي. انت جنانك من زمان يا بنت عائشة. من يوم ما اديتي ظهرك للي تقدمولك وحبوا يتقلوكي بالدهب، ورحت اللي مش عارف يوزنك بحفن تراب. ايه يا حاج كرم؟ في ايه يا صفية؟ احضرينا يا نينا. في ايه؟ جوزي بضيع، وجيت نحكي لابويا عشان يساعدني ويساعد جوزي، يقوم يقول لي اتجنيتي. وبعدين يا حاج انا مش بنطلب حاجة مش في ايدك. لا بقى دي في ايدك ونص. لو مش عايز تديني المبلغ ده ناخده منك سلف ودين، ولا بعد عمر طويل يبقى اقسمه من نصيبي في الورث. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. عايزة تورثني بالحياة؟ في ايه علي جوزك ده عشان يقويك على ابوك بالشكل ده؟ الله، ما تصلي على النبي يا حاج. عليه الصلاة والسلام. ما هو صحيح لو تقدر تساعدها، ما هي بنتك برضه وجوزها واحد مننا. ما لو جت على جوزها نقدر عليها، انما اساليها الفلوس اللي طالباها دي طالباها لمين؟ طالباها لاي حاج. لاخو جوزها، كنت خلفته ونسيته. حاج كرم، اي حد في بيت الحاج يونس بيهمني زي ما علي جوزي بيهمني. تمام. يهمك ما يهمكيش، انا مش مسؤول عن الكلام ده. انا ما قلتلوش سافر تركيا وروح حارب هناك واضرب واقتل واهرب، وبعدين لما تتسجن حفديك. ده لو ابني وهيتشنق قدامي هسيبه يتشنق، مش تقولي لي اخو جوزي؟ يعني هتنبسط يا حاج لما نروح نمد ايدي لاي حد غريب؟ ان شاء الله تدوري على الجوامع وتخبطي على البيبان وتمد ايدك للي رايح واللي جاي. انا ماليش دعوه، اتفلق انت وهم. يا خبر ابيض، 70 جنيه 70 جنيه ليه؟ يا خبر ابيض، ايه الحكايه؟ انت بتعيطي يا صفيه؟ كنت عشمانه يا نين. عشمانه في ايه بس انت كمان؟ هو انت مش عارفه ابوكي؟ خلاص يا حبيبتي ما تقهريش في نفسك كده، سيبيلي الموضوع ده وانا هتصرف. يعني انا هتتصرفي هتعملي ايه؟ الصبح ان شاء الله ربنا هيحلها. هو يا نينا تكوني بتفكري تروحي الجليل؟ مالها جليلة؟ هي مش بنتي زي ما انت بنتي؟ لا لا لا، انا مش عايزة منها حاجة. خلاص يا حبيبتي بلاش، على كل حال انا هتصرف. والله يا نينا لولا الضيقة اللي فيها علي عشان اخوه ما كنت اتحوجت ولا حطيت نفسي في الزنقة دي. لا اله الا الله. ترى من البيت يا حاج، وهتضمن تفكر هنيته ازاي بس؟ امال اسيب الولا يضيع مننا عشان 70 جنيه علي؟ والمرسال مسافر بكره اخر النهار، وانا عملت كل اللي اقدر عليه. ما قداميش غير حل واحد، ارهن البيت. ايه؟ واحنا نروح فين؟ بقى بعد ما سيبتونا بيوتنا وجبتنا البيت الكبير، الكبير قوي قوي، وقبل ما نلحق نتهنى بيه ترمينا على بابه؟ ثم احنا ذنبنا ايه اللي في ايدينا سلتناه واديناه لكم؟ لو كان معايا يا عزيزه مش نعرف الاول ايه الحكايه. طب ما افكر في سكه تانية يا حاج غير رنيه البيت، يعني نرهن الدكان تاني، واهو حسان برضه ليه نصيب فيها. ترهن دكانتك يا علي اللي بتاكل منها عيش؟ طب وعيالك ومراتك تاكلهم منين؟ وبعدين انت عارف الجماعه الرهمتيه، الحاجه اللي ترهنها عندهم هيتنهم وراك لحد ما يخلوك تبيعها لهم بارخص ثمن. خلاص ابيع البيت، وكل واحد بقى يدور له على حتة يتاوى فيها. ولما يا حاج يعني تبيع حلمك اللي جيت هنا وجبتني عشانه؟ مفيش داعي للأحلام دلوقتي يا علي، الولا هيضيع مننا، نبقى نحلم وحسان معانا. إنما لو راح يبقى إيه فايدة الحلم؟ منعول أبو الأحلام قصاد الضرة.
أنا شامة في الفلوس دي ريحة جليل. اسمعي بقى يا صفية، ما تبقيش في ضيقة وتضايقيها كمان على اللي حواليكي، واحمدي ربك إنها فرجت، وربنا يا بنتي يكفيكوا شر السؤال. من جليلة يا نينا، من جليلة. أنا اللي سلفاه باسمي وأنا اللي حردهم. وحياتك يا صفية، عندي جليلة ما عرفت حاجة. خديهم يا حبيبتي، فكوا الضيقة اللي انتوا فيها، ربنا يفكها علينا جميعا. يلا يلا يا صفية، فرحي جوزك وأهل جوزك، ربنا يقرب البعيد ويرد الغايب يا رب. حصان لازم يوصل لحد هنا، وان شاء الله ناخده حد الماركت بتاع الشام، مو من الشام على اسكندرية. فين امانات؟ اتفضل، بس على الله يكون بفايدة. خد اديله دي، لفها ولرقبته، هي دي امارات. ايه لسه بدري يا عريس، خلي الكوفية دي لما تيجي تمشي. ولا انت خلاص ما صدقت فتح الباب تقوم تنسى الاحباب؟ ربنا يعلم يا سعد، انا قلبي بيتقطع قد ايه على فراقكم، ويا ريت تكون معايا في مصر. اللي زي في مصر يا حسان كتير، ما تقلقش عليا، وفي يوم من الايام هتلاقيني في سكتك في اي سقاق ولا حاره في اسكندريه. يا اول مره احس بحلاوتك يا مصر، نارك ولا جنه هنا. ايوه كده يا اخي، حبها، حب مصر، حضن امك وابوك، والدفى في البيت الكبير، والاهل والاصحاب واللمه. يا سلام، تصدق يا حسان بيقولوا ان ابوك ده باين عليه راجل جدع قوي. المرسال قال لسباعي ان هم تعبوا قوي لحد ما لموا الفلوس دي. اوعى يا حسان تفكر انك تموت بعيد عن اهلك، اوعى. اجري بسرعه يا حسان، اجري بسرعه، دول هيعرفوا طريقنا بسرعه. حسان خد الكوفية. حسان خير يا علي؟ ايه اللي خلاك قفلت الدكانة ورجعت بدري؟ انا ما وقفتش في الدكان من اصلي، انا يا دوبك رحت وصيت الولا رزق، قلت له يقفل وخلي المفتاح معاه لبكره. امال كنت فين طول النهار؟ كنت في حتت ما يعلم بيها الا ربنا، لكن الحمد لله في الاخر قدرت امسك في الخيط اللي هيوصلني. انا مش فاهمه حاجه خالص. انا هفهمك عشان عايزك تساعديني وتغطي عليا قدام الحج والحاجه لما اسافر. ايه؟ تسافر؟ على فين؟ اسافر تركيا اجيب حسان واجي. ايه اللي انت بتقوله ده يا علي؟ بس بقى امال. الله اقعد انا فهمت. الله، هو ده اللي انا غرقان فيه بقالي كام يوم. الله، من واحد لواحد، من قطاع طرق لمهربين بضائع لبحاره، وفي الاخر عطرت في مركب طالعه من هنا على الشام، وفي الشام ناس هتدخلني تركيا، وفي تركيا ناس هتوصلني لحسان، اجيبه في ايدي واجي. يا سلام، كده هو بالسهل؟ ما قدامناش حل غير كده يا صفية. طب وهتقول ايه بقى لابوك؟ واحد من ولادك ضاع منك، والتاني هيحصله وديع هو راخر؟ انا هفهمك، ما احنا مش هنقول له انني مسافر تركيا، عشان كده عايزك تساعديني. احنا هنقول له ان عمتي الكامله عندها لخبطه في الارض، في الحسابات، وفي مشاكل بينها وبين الفلاحين، عشان كده عايزاني اروح اقعد عندها في ابو حمص جمعتين ثلاثه. كلام اللي انت بتقوله ده مش معقول ابدا. امال ايه اللي معقول؟ نستنى لما الحاج يونس بنفسه يسافر يدور على حسان؟ هو ده اللي ما رضاهمش ابدا. الصبر شويه يا جماعه. لحد امتى؟ لحد امتى يا صفيه؟ الحرب خلصت من زمان، واعلنوا الهدنه خلاص، وحسان غايب بقاله سنه ونص، وادي جلال اتولد وراه يحيى، وما شافوش عمهم، حتى المرسال اللي سافر ما رجعش. وايه اللي هيرجعه؟ لا اله الا الله، ما هو بيسافر مره كل شهر ويرجع تاني، المره دي ما رجعش. مش يمكن انكشف كانوا مراقبينه، ولما وصل قبضوا عليه وخدوا منه الفلوس ومسكوا حسان، ويمكن قتلوه. صلى على النبي يا علي وافتكر خير بحياه ابوك، الحاج والحاجه يسمعوه وهم مش ناقصين. هو فين الحاج؟ ده عمره ما كان بيفضل طول النهار بره البيت ويرجع متاخر وما نتعشاش مع بعض. تلاقيه بيفك عن نفسه ولا حاجه، ولا بيدور على حد يجيب له خبر عن حسان. مين عارف؟ مش يمكن كلام حنف فندي طلع صح والحكايه كلها مصبايه؟ ده كده يبقى الولد ضاع. ابويا
انت في ايدك ايه تعمله ما عملتوش؟ ماني قلت لك مسافر له تركيا. تسافر فين بس يا علي؟ طب ده ابوك يقع من طول امك وراه، واحنا كمان يا علي، انا والعيال. ايوه العمل ايه بس يا صفية؟ انا شايفة دلوقتي انك تروح تتشطف وتغير هدومك على ما نحضر لك الاكل، وتتكل على الله تروح تقعد مع اصحابك على القهوة ولا مع سعيد المزين تفك عن نفسك شوية، ومن بكرة الصبح تروح تفتح دكانتك وما تسيبهاش للصبي، ده باب رزق برضه، وسلم امرك لله. ايوه بس الناس اللي انا اتفقت معاهم تقول لهم انك غيرت رأيك ومش هتسافر؟ نبوس ايدك يا علي، اصرف نظر عن حكاية تركيا دي خالص. ما هو طول ما انت قلقان كده مش هيرجع، قال على رأي المثل، قال له الغايب يرجع، قال بلاش تستنون. وانا موديك المدرسة علشان تشحتتني وراك. لقيته فين يا حنف افندي؟ ملموم لي يا سيدي على شوية عيال صيع اكبر منه وعليه بيتكلم لي في السياسة. تعال. ماني رحت المدرسة يا بابا، بس الناصر كرشني. طبعا كرشك من عمايلك، وهو بعت لي علشان اشوف لي صرفة فيك. بقول لك ايه، عاوز تتعلم تخرس خالص وتحط لسانك في بقك وتتكتب احسن ثلاثة بالله العظيم، لحبعتك تشتغل صبي عند عمك سعيد المزايد. قلت ايه؟ لا يا بابا اروح المدرسة، اروح المدرسة احسن. عارف افادي ما تكتبش عليه، الولا ما بقال صغير ابني ولا حر فيه. وبعدين لما مؤاخذة بقى، لو كل واحد خد باله من عياله كويس هنكفي خيرنا شرنا، لكن بقى نخلف ونربي ونشيل الهم وعمرنا يتقصد. لا عليه العوض علينا بقى، انا ارميه في الشارع والله اتبرى منه، اتبرى منه. يا حنف افندي ده كلامنا راجل من ورا قلبك، ده الواحد ما بيطقش على ضماع حاجه تنسه. انت ما بتطقش لكن انا بطيء، كل واحد حر يا سيدي. تعالى معايا، تعالى لا حول ولا قوة الا بالله. وانا قلت لك حاجة ساعة لحنف افندي يا سي علي، ده راجل طايق، اسعى انت لرزقك ما تعطلش نفسك. لا حول ولا قوة الا بالله يا راجل. يا نجم. ها ايه الاخبار؟ اخبار ايه؟ اني شايفك واقف مع سي علي، قال لك حاجة. حاجة عن ايه؟ عن الغالي. مين؟ حسان؟ ما انت قلتيها بعض بلساني ولا نسيتي؟ هو اللي بيروح الحرب بيرجع يا نجرو؟ بس انت حوشت العمر يا حليم. انت حوشت عمر ايه؟ بس الفيلا يا بس اللي كانت في مش كانت فلوس وانت محوشاها الوقت العمر بتاعت الذهب؟ ذهب ايه وفلوس ايه؟ ايه ده؟ دي حته سلسله ولسها عن امي، وامي عن امها، وامها عن امها. وراحت فين؟ رهنتها. ايه بقى ان شاء الله؟ انا قلت تتجوزي ولا بتجهزي عشان خاطر الشوار؟ على العموم انا مستعد. كتك 60 خيبه، انت ولا ما انتش في الحته ولا ما انتش في الحته. مش فاهم. رهنتها عشان فدوة سي حسان. فدوة سي حسان؟ حولها لك تاني يا حليم الكلمة اللي انت قلتها لي، هو اللي بيروح الحرب بيرجع نجره. لوريس، 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 في جواب جديد من ديمتري. لوريس، 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 حاولت اخبي عليك على قد ما قدرت. خرب خلاص، خلص، رجع رجع لوريس، تزيدنيس واخد لوريس. هات لي حاجه سخنه في اليوم الزحل ده من عينيا. ايه يا عم سعيد؟
انت هتنفض الشعار عليا ولا ايه؟ لا 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 ايه اللي هات لي حاجه سخنه في اليوم الزحل وحاسب يا سعيد؟ ايه الحس العالي ده يا حنفه فندي؟ انا حس طول عمره عالي، بس انتوا بقى لما كنتوش بتسمعوني كويس. لا 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 ليه؟ انت رشنا ولا ايه؟ انت بتقول فيها؟ طبعا انت رشته من الحرب ومن صوت الانابل والمدافع، ولما الحرب شطبت وصوت الانابل والمدافع سكت ابتدى صوتي يظهر، وعشان كده حسيت انه عالي يا سي سعيد. تعرف صوتك ده بيشبه عليا بايه؟ مع الفارق طبعا بصوت الوطاويط والصراصير اللي ظهر وقت الحرب، ولما الحرب خلصت صوتهم عالي اكتر ومصين دمنا ومنكدين علينا عيشتنا. صراصير؟ قصدك ايه يا سعيد يا مزين؟ قصدي اغنياء الحرب اللي بيشتغلوا مع الانجليز وبيوردوا لهم انفار وتموين وتب، واحنا مش لاقيين لا ناكل ولا نشرب ولا حتى ناكل بهايمنا، وبيشغلوا الناس بالسخره. تقدر تقولي الولاد اللي راحوا في الحرب دول راحوا ليه واحنا لا لينا لا في الطور ولا في الطحين غير شهيه الحمايه اللي اتفرضت علينا دي؟ الله، هما الانجليز بس اللي عملوا كده؟ تقدر تقولي بقى راح فين ابن حارتكم حسان؟ قعد في تركيا يصرخ ويولول ويقول هموت انجدوني افدوني. وعالم هو هناك من اساسه ولا لا؟ جريح انا فاهم. ايه تقليب المواجع ده؟ ايه اللي جاب سيره حسان بالشكل ده دلوقتي؟ لا بالمناسبه يعني حبيت اكد لكم انكم عبط وهبل ومش فاهمين حاجه، وقدر حته ولا زي حسان ده يضحك عليكم. مش الحرب خلصت وكل الناس رجعت وهو مرجعش مسجون؟ طيب ما انتوا لميتوله وقطعتوا من لحمكم وفديتوه، رجع؟ ابدا مش هيرجع. وادي دقنا اهي لو شفتوا خلقته مره تانيه. وقال ايه؟ كل واحد عاوز يقب على وش الدنيا، مش لما تبقى الدنيا دي بتاعتنا. تقدر تقول لي بقى يا سعيد يا مزين انت ليك ايه في الدنيا دي؟ حته الدكانه دي ولا تسوى؟ هما بقى لهم كل حاجه، الانجليز شويه والفرنسويه شويه والاتراك لسه برضه لهم شويه. خليكم انتوا بقى عايشين على حس العمل البطولي اللي انتوا عملتوه وفادتوا به البطل المغوار حسان يونس البقري. سلام عليكم. البليله السخنه من اللي عمك سعيد وده اللي عنده واحد بليله. اللي جاب سيره حسان ابني يا سعيد؟ لا ما انت عارف حنفي بقى لتات وعجان يا حاج. انا سمعت حسان يونس البقري البطل المغوار وفديتوه، حد يعرف حاجه عن حسان جديده؟ لا لا ابدا يا حاج. ده حنف افندي بيقول يعني ان الحرب خلصت والناس كلها رجعت وحسان لسه ما رجعش. الظاهر حنف افندي عنده حق. أنا لسه راجع من جنازة مدام موريس مرات الحوار الصور. لا لما عرفت إن ابنها راح في الحرب ومش راجع خالص. الحرب خلصت خلاص يا سعيد، واللي رجع رجع. نبي يا نبي انا ولا يحيى جنبي على ما اعمل لك كوبايه جنزه. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيها؟ عامله ايه دلوقتي؟ انت رجعت يا حاج؟ ايوه. مفيش اخبار؟
انا كنت طول النهار مع استولى في عزا مراته المسكين. ربنا يصبر كل حاجه. استخبي لك فين ده كله يا يونس؟ ايه اللي بيحصل لك ده؟ ده انا ما افتكرش عملت حاجه في دنيتي تستاهل اللي بيعملوا فيا حسان. انا والله العظيم أمي وأبويا كانوا بيدعوا لي دايما وعمرهم ما داعوا عليا. أنا فاكر إن أنا عملت اللي محدش عمله في الدنيا أبدا، مش أنا لوحدي، كل اللي دفع في فدوك يا حسان. آخر حسوا انهم ابطال، وزي ما قال حنفي طلعت نصبايا. كان عندك حق يا حنفي في اللي بتقوله، طلعت نصبايا. ايوه نصبايا. ارجع يا حسان، ارجع يا ابني، ارجع لامك واخوك واهلك. ارجع يا حسان، ارجع حتى ولو في تابوت. ارجع يا حسان، ارجع يا ابني، ارجع حتى ولو في تابوت.